هل يمكن أن يتغير المكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك مثلا إذا وصل الإنسان رحمه؟ يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أنه إذا وصل رحمه يمدد في أجله، وإذا لم يصل رحمه فإنه ينقص في أجله، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو مقدر على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم، كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول كيف، وبعض العلماء يقول المعنى ينسأ له في أجله ليس معناه أنه يزود مدة ليست في اللوح المحفوظ، وإنما معناه أنه يبارك في أجله في الطاعات والعبادات. نعم.